السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فوزي. نتمنى يا ربي تكونوا بألف خير وهناء. والاقتراح ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون عبارة عن حل المرايا، الحلوى الشهيرة المحبوبة لدى الجميع. تكلفتها يعني في المتناول ومذاقها كيجي رائع لذيذ ومميز. طريقة التحضير ديالها سهلة جدا. إذا حبيتوا تعرفوا أشنو عملت في الوصفة تابعوني. لتحضير حلى المرايا غادي نحتاجو اول شيء مقادير الطبقه الاولى لاجينواز، اللي هي فيها نصف كاس زيت، نصف كاس سكر سنيده، نصف كاس حليب، كاس دقيق ابيض، فاني ساشيه ديال الفاني او لا قطرات من روح الفاني، معلقه كبيره ديال غبره الكاكاو، زوج حبات ديال البيض، خميره ديال الحلوه من قيمه 8 غرام. بالنسبه للطبقه ديال الكريمه عندي هنا 4 الحكاك ديال ياغورت، وكأس تقريبا او ساشية ديال 65 غرام غبرة الحليب. الطبقة الثالثة غادي نحتاجو، عندي هنا جوج كؤوس ماء ما يعادل 400 غرام، معهم واحد ساشية ديال الفلون. انا هنا خديت ساشية بمسحوق بنكهة الكابوتشينو بنكهة القهوة، وعندي زوج ساشيات فلون عادي يعني 3 في المجموع. غادي نعمل معاهم واحد 3 ولا 4 المعالق كبار ديال سكر سنيده. هادو بالنسبه للطبقه الثالثه. غنشوفوا دابا طريقه تحضير هذه الحلوه. اول شيء غادي نحضروا لاجينواز ديالنا. غادي نوضع جوج حبات بيض، غادي نعمل معاهم واحد الرشه ديال الملح، يعني ولو ما كتكونش الملح راه ضروري واحد الرشه ديال الملح، قبصه الملح كتكون في جميع المعجنات. على الدقيق، على كأس ديال الدقيق انا ضفت له معلقة كبيرة ديال دقيق ابيض زيادة، وهذا هو القوام ديال الكيك ديالنا، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف. دابا غادي نوضعه في مول مدهون، مول دائري اللي كيتفتح من الجنب. انا هنا يدهنه بالزبدة ورشاه بالدقيق. غادي نسكب فيه هاد الكيك ديالي. وغادي ندخلو الفران يطيب كيف كنطيبو الكيكة هادي. الحلوة ديالي بعد ما خرجتها من الفران خدات لي 10 دقايق في الفرن وجدات بهذا الشكل. غادي نحطها على جنب ريتها ما نوجد الكريمة. الكريمة كيف قلت عندي 4 علب ياغورت بنكهة الفاني، كل علبة وزن 110 غرام. أنا درت 4 العلب لأن عندي المول كبير وبغيت الطبقة يعني ديال الكريمة تجيني باينة. إذا كان عندكم المول صغر من هذا اللي عندي راه 3 العلب كافيين. ياغورت عندي محلل اذا ما غنضيف له حتى شي إضافة، محلى ومنكه. ندخلها الفران كيف قلت النار غير من الفوق غير شي شويه يعني تقبط يعني تجف، ونخرجوها ونشوفوا طريقه تحضير الطبقه الثالثه.
الطبقة الثالثة، يعني أنا كنت كنصور، عند بالي تنصور وأنا راه داوية غير مع راسي الكاميرا طافية. يعني كنت عملت جوج كؤوس ماء، مع جوج كؤوس ماء أنا عملت علبة من الفلان قيمة 55 غرام. هنا عندي بنكهة الكابوتشينو اللي دا محتاجيتش نسمها، سينو عملتو العادي. غادي تنسمو سواء بفاني أو لا بمعلقة ديال راس المعلقة ديال القهوة سريعة الذوبان. عملت واحد من هاد الحجم كبير وزوج من حجم صغير من قيمة 5 غرام، مع واحد زوج معالق ديال سنيدة، وعملتهم فوق النار مع التحريك المستمر، يعني حتى غلاو حتى طلعت فيهم الغلية. نحاولوا نبردوهم واحد شوية. الحلوة ديالي بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها، يعني غير كتقبط لنا، يعني كتحسوا بها بأنها قبطات. غادي نسكبوا عليها هاد الجولي او هاد الطبقه الثالثه، ضروري ما نبردوه باش ما يقلعش لينا هاد الطبقه الثانيه. بون هو برد، وغادي ندخلها للثلاجه حتى تقبض، وعاد نشوفوها في الطبق النهائي، يعني كيفاش غادي نزينوها وكيفاش غنحطوها في طبق التقديم. من بعد ما بردات لي الحلوه في الثلاجه، يعني انا خليتها واحد ساعه ونصف في الثلاجه حتى ما بردات، دابا غادا نديمو ليها. حالا المرايا بعد ما كملتها، هذا هو الشكل ديالها النهائي كيفاش تيجي. يعني كيف شفتوا طريقه التحضير ديالها سهله وكتجي غزاله ولذيذه في المذاق، خاصه بالنكهه ديال النسكافيه او النكهه ديال القهوه كتجي رائعه. نتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم. اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم عملوا لي لايك، شاركوني بتعليقاتكم وانضموا للقناه ديالي، وشكرا للمتابعه.